بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم متابعينا في قناة عالم الطيور الخليلي. في هذا الفيديو سيتم عرض كيفية صناعة فقاسة بحجم صغير، طبعا منزلية، سعة 100 بيضة، طبعا عن طريق الكلكل. وسوف ترون في هذا الفيديو شرح مفصل بإذن الله، وأرجو دعمنا بالاشتراك ووضع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم متابعينا في هذا الفيديو. ننتقل إلى صناعة الفقاسة وما تحتاج إلى صناعة الفقاسة، وشكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أهلا وسهلا فيكم في قناة عالم الطيور الخليلي. اليوم سنعرض لكم فيديو عن طريق صناعة الفقاسة الطيور. طبعا المكونات كما ترون، نحتاج إلى مروحة. المروحة هي تقوم بتدوير الهواء داخل الفقاسة لتكون الحرارة متساوية في كل الزوايا. طبعا هذا الشيء مهم جدا جدا. طبعا درجة التفقيس يجب أن تكون 37.5 درجة لكل أنواع البيض. طبعا الحرارة راح تتراوح إنه بين نزول وطلوع، ممكن تكون 37.7 تنزل ل 37.5 وتعاود تطلع. وطبعا التساوي اللي هو لازم تكون، يعني كل منطقة في الفقاسة الحرارة فيها طبعا نفس الشيء، اللي هو هذا ما يسمى بالتجانس الحراري. طبعا هذول اللمضات دويات، طبعا للمضة يتم وضع الأضواء فيهم لتكون عملية الحرارة، وهالمروحة تقوم بالتوزيع. طبعا نحط لمضة ممكن 50 واط، 60 واط، أو 100 واط، طبعا متساوية يفضل جميع الدويات. وهذا المنظم الحراري طبعا اللي بقوم بعملية الوصل والفصل في الحرارة. طبعا هذا محول، هو ده محول، هو يعمل على 12 فولت. احنا قمنا بالشبك، اخذنا سلك الكهرباء، وصلنا بالمحول، واخذنا خط راح يكون هذا الخط مباشر على المروحة، وخط راح يكون على الاضاءة. طبعا خط الاضاءة هو للفصل والوصل، وخط المروحة لازم تضل شغال المروحة 24 ساعة ليتم تدوير الحرارة. طبعا وهذا هيكل كلكل، ممكن احنا نجيب كلكل ونقوم بتجميعه، تلزيق الكلكل في بعضه، ونقوم من الداخل بوضع شبك بهذه الطريقة، وبالأرضية نقوم بوضع صحن ماء. طبعا يتم فتحة لتكون الباب. طبعا نمد اليد بهذه الطريقة، نقوم بتحريك البيض. طبعا راح نكمل بعد قليل عندما نبدأ بالتجهيز. طبعا زي ما انتم شايفين، الخطوة الأولى طبعا بعد تجهيز صندوق الكلكل ووضع الأرضية له، طبعا الخطوة نقوم بربط المروحة على رأس الفقاسة طبعا في المكان الوسط. طبعا هذه الخطوة الأولى هو وضع المروحة، سنكمل لكم باقي الخطوات إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وأي استفسار نرجو تعليقكم على الفيديو، وشكرا لكم. طبعا زي ما انتم شايفين تم وضع الدويات داخل الفقاسة. طبعا هدول بيتم وضع لمضات مضيئة عليهم، حرارية طبعا قوة 60 واط او 75 واط. طبعا هاي طلعنا خطوطهم من هون، حاليا نقوم بجمع خطوطهم الكهربائية. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا قمنا طبعا هاي بوصل المروحة بشكل مباشر حتى تعمل. هاي المنظم طبعا خدنا منه سلك داخل الكهرباء
وسلك خارج، وتم وصله على الإنارة زي ما انتو شايفين. جمعنا الأسلاك. طبعا هذا المنظم راح نكون معاكم على في فيديو تاني يتم شرح كيف نقوم بعياره، وكيف كل ضبطه وتركيبه ووصله وكل شيء بإذن الله. وزي ما انتم شايفين، وأرجو انكم تدعمونا باشتراك لتعم الفائدة للجميع ومشاركة الفيديو. وأي استفسار أي شيء، قناة عالم الطيور الخليلي، معكم حمزة، وإن شاء الله نكمل وبعد قليل. طبعا زي ما انتو شايفين، هاي المروحة تشتغل دايركت، يعني ما لازم نتوقف. طبعا هذا اللي هو حساس الحرارة، سيتم بعد قليل وضع الأضواء وكل شيء. وها هو المنظم، طبعا راح يكون متصل بالوصل. طبعا زي ما انتو شايفين، هاي الفقاسة هقيتها بتعمل بشكل جيد جدا. هاي الضوء، هاي المروحة، طبعا هاي كما زي ما انتو شايفين. طبعا هون بس ما علينا الا نضيف الماء للرطوبة. وطبعا هاي المنظم زي ما انتو شايفين. طبعا بعد شوي راح تطلع الحرارة، هو راح يقوم بالفصل 37.5، يعني طبعا 37.5 هي درجة التفقيس، وراح تطلع درجتين او مش درجتين، يفضل 20 افضل، وتقوم بالفصل. وان شاء الله يكون وضع بشكل ممتاز جدا، وارجو ان تدعمونا بالاشتراك. وبإذن الله تكون نتيجة التفقيس إذا كان الوضع صالح جدا البيض، تكون من 85 إلى 90% بإذن الله. طبعا تقليب مرتين باليوم بإذن الله. راح نوفيكم بفيديوهات أخرى عن التفقيس ودرجات الحرارة اللي بيعتازها كل بيض والأيام، بيض الدجاج، السمن، البط، الوز، كل شيء بإذن الله. تابعونا وشكرا لكم.